البطش، الجبار شديد البطش. ولكن فارق بين ربنا وبين جبابرة الأرض، فجبابرة الأرض يبطشون من غير مكافأة أو حكمة، وإنما يبطشون من أجل الهوى، يبطشون من أجل الهوى. الرجل الذي خد الأخاديد وقذف فيها الناس وحرقهم تحريقا بالنار، أليس جبارا؟ لماذا فعل ذلك؟ لماذا فعل ذلك؟ وأي جريرة فعلوها حتى يحرقهم بالنار حتى الموت؟ إنه جبار يتبع هواه، ليست هناك حكمة. ملوك اليونان والإغريق والهند والصين والترك والتتر والبربر والجرمانيون والهنود، وحديثا التتر الجدد وهم الصليبيون الأمريكان والإنجليز وغيرهم، الذين عثوا في الأرض فسادا وملؤوها خرابا، هؤلاء الجبابرة لماذا يبطشون بالخلق؟ هل من أجل أن يقيموا الحق ويبسطوا الحرية؟ من أجل أن يشبعوا نهم الناس ويطعموهم بعد جوع ويسقوهم بعد ظمأ؟ هل من أجل أن يقيموا العدل في الأرض؟ أبدا، وإنما من أجل المحافظة على أهوائهم وأغراضهم. فهؤلاء جبابرة، ولكنهم جبابرة تافهون شائهون، لأنهم مهما تقووا بالأسباب فإن الأسباب ستنمحي عنهم ليموتوا. أمر عجيب جدا، عندما كنت أقرأ في ترجمة شاه إيران محمد رضا بهلوي، هذا الرجل كون جيش، والجيش الإيراني كان أقوى جيش في الشرق الأوسط، وكانت أمريكا تمد الجيش الإيراني بالأسلحة أكثر مما تمد إسرائيل. لماذا؟ لأن إيران كانت على حدود الاتحاد السوفيتي، فكانت تمثل قاعدة متقدمة لأمريكا، فكانت أمريكا حريصة أن تكون إيران دولة قوية تقنيا وعسكريا وما إلى ذلك، أكبر قوة عسكرية في الشرق الأوسط إيران، وأقوى مخابرات في الشرق الأوسط السافاك. السافاك ده جهاز المخابرات بتاع الشاه الإيراني. هذا الرجل كان في منتهى العمالة للأمريكان، ولكن لما انتهى دوره زبلوه وتركوه ولم يحموه. وعندما طلب أن يذهب إلى أمريكا لاجئا، أمريكا لم توافق على دخوله لأمريكا، فذهب إلى بنما، إلى بنما بلد كده في أمريكا التي اسمها بنما كده، وهناك في بنما قامت مظاهرات اطردوا هذا الرجل الجبار. فحصل اتفاق بين أمريكا وبنما ومصر أن يأتي إلى مصر مقبرة الفراعنة. أي جبار في الأرض يأتي إلى مصر إن شاء الله لتكون نهايته هنا، سلما أو حربا. فأتى هذا الجبار مصر واخترمته الأمراض، فأتوا إليه بجميع الأطباء ولكن دون جدوى، حتى أتى أمر الله عز وجل ولفظ روحه ودفن هنا بمصر.